بحب افائلكم انا بس. مادة الـ Pain Management Lecture 1 and 2 راح نحكي فيها شوية Historic Overview عن الـ Pain، متى بلش موضوع الـ Pain Management. راح نحكي بعض الـ Pathophysiology الثيوريز اللي بتتعلق في الـ Pain Management. طلع ما شاء الله الـ Objectives 3 سلايدات تقريبا، فهاي ايش بننط عنها. هيستوريك فيو، شوفوا تلاقيني قاعدين منقصقص منه. بالنسبه للهيستوري تاعت او اوف فيو اوف ذا بين، جماعه الجريك اللي هم اليونان شو قالوا؟ انه البين في الغالب ريليتد للفايت والوار. مين هو هيبوكريتس؟ ابوقراط او ابوقراط قال انه البين اللي بنتج عن الديزيز هو عباره عن بانشمنت. من مين؟ من الجاد. ديكارت او ديسكارتس، هون اللي اسمه ديسكارتس بالعربي ديكارت، حكانا انه السنسيشن تاع البين، عشان اعرف او عشان البني ادم يعرف شو هو هذا البين، ضروري اني افهم انه البني ادم مش مكون من جسد، لا، اني اطلع عليه من as a body and soul. فالسول بتاعته حسب ديكارت شو قال وين موجوده؟ في البينيال جلاند. بينيال جلاند شو بالعربي؟ صنوبري. صنوبري بينيال جلاند هاي موجوده في البرين، وهي المسؤوله عن هرمون فراس، هرمون الميلاتونين. تعرفوا الميلاتونين؟ تاع ايش الميلاتونين؟ تاع النوم. فهذا ليش قال انه السول موجود في البينيال جلاند؟ قال لانه ما فيش اللي عندنا الا هاي الجلاند في الجسم، وما فيش لها، ما كود نوت بي ريبليكيتد لنا جوات الدماغ. هيك الفلاسفه كانوا يرموا هالحكي ويقول لك يلا هاي وجهه نظرنا. بالنسبه للانستيزيا بال 1840، طبعا التواريخ انسوها، بعض الدكاتره كانوا يقولوا لك انه البين هو عباره عن ديفل. شو يعني ديفل؟ شيطان. فاحنا ضروري جدا انه نعالجها عشان نهزم هذا الشيطان مهما كلف الامر. وانت بتعرف حتى عندنا في الكلتشر تاعتنا كان بالنسبه للشيطان كيف كانوا يعالجوا الملموس؟ يضربوه. فكانوا يستخدموا جميع الانواع الطرق لتخليص البني ادم من شيطان نفسهم هم الغرب. في واحد اسمه انتون ميسمر طلع طريقة تنويم اسمها مسميريزم، طبعا تابع لاسمه، هي تعتمد على الهيبنوتيك افكت. شو يعني هيبنوتيك؟ تنويم. وهذا بحكي انه كل بني، مش كل بني ادم، كل حيوان في حواليه طاقة مغناطيسية. اذا قدرت تعمل مانيبيوليشن لهاي الطاقة ممكن تخليه ينام. فاذا نيمته شو بصير بالبين؟ ببطل يحس فيها. فهاي شو هاي اسمها الطريقة؟ مسميريزم. لمين؟ للعالم اللي هو اسمه أنتون ميسمر. أول واحد لجأ لاستخدام الأنستيزيا كان اسمه ويليامسون لونج في أمريكا، واستخدم مادة الإيثر. هي مادة ممكن تعمل زي بليزنت إفكت، زي بتزهزه الواحد، وممكن تعمل أناستاتيك إفكت. فاستعمل سيرجري واستخدم فيها هاي مادة الإيثر. جون سنو، تعرفوا جون سنو؟ مش تاع جيم اوف ثرونز، لا، واحد ثاني هذا. جون سنو هو اول رول موديل في عالم الانستيزيا. استخدم هاي ستاندردز، وكان يطلع على الكواليتي والسيفتي تاعت السيرجري واستخدام الانستيزيا فيها. بالنسبه للثيوريز، من اهم الثيوريز والمودلز اللي بنعتمد عليها في النيرسينج براكتس بما يخص البين مانجمنت، في شيء اسمه بايو سايكو سوشيال موديل، مكونه من ثلاث اشياء. انا بتطلع على البين من ناحيه بيولوجيكلي اند فيزيكلي اند فيسيولوجيكلي، من ناحيه سايكولوجيكلي
ناحيه منتلي العقليه تاعت البيشنتس، كوجنيتيف الايموشن، ومن ناحيه سوشيال. فانا اذا استخدمت هذا الموديل انا شو بكون مطبق مبدا الهولستيك ابروتش، هولستيك كير لهذا البيشنت. زي ما حكينا البيولوجيك اند فيزيكال، هاي تتضمن ايش؟ جينيتيك دي ان اي تاعت البيشنتس، الجندر، الايج. واحد طفل عمره 7 سنوات تيجي تغزه بابره بصير عيط، بينما واحد كبير احنا بنمزح مع بعض بيش دبابيس. ففي ناس بتاخذوها كبينفول اكسبيرينس، في ناس بقول لك لا هاي عادي مزح. فالايج اللي دخل، الجندر راح نشوف لقدام انه الفيميلز اكثر عرضه او اكثر. هسه هاي المشكله، يعني انا ممكن كمان لانه احس ببين ما اعبر عنه، بينما الفيميلز بيعبروا، فهم عندهم قدره على التعبير. فراح نلاقي انه الجندر الفيميلز عندهم كرونيك بين اكثر من البين من اكثر من الميلز. هسه ممكن مش انه عندهم اكثر، هم بيعبروا اكثر. جينيتكس، هاي طبعا معروفه الجينيتك لها دخل باي ديزيز مش بس بالبين. ناحيه سايكولوجيكلي الايموشنال لها دخل. واحد عنده سلام، واحد بالاي سي يو وعنده بين، بنحاول نخفف الانكزايتي. شو دخل الانكزايتي؟ الانكزايتي سايكولوجيكال ثينك. الانكزايتي بتزيد البيرسبشن اوف بين. يعني لو انه نفس البني ادم عنده هذا البين لكن ما عنده انكزايتي، بيكون السيفيريتي اوف بين اقل. فانا بضروري جدا اني اطلع على البيرسون من ناحيه سايكولوجيكلي، بدي اشوف الايموشنال، كوجنيتيف والسبيريتشوال. كثير بنهتم بالسبيريتشوال خصوصا بموضوع الاند اوف لايف، جماعه الكانسر، جماعه البيشنتس اللي عندهم كانسرز، كثير بتفيدنا السبيريتشوال. زي بتخلي الاندورفينز تاعون الجسم تشتغل. شو يعني اندورفينز؟ المورفينات اللي اندورفينز يعني شبيهات بالمورفين لكن الجسم بفرزها، فهي بين كيلرز. ناحيه سوشيال، سوشيال سبورت مهم جدا. واحد عنده انكزايتي شو بتقول له؟ مين بيريحه؟ الناس اللي قراب عليه، الفاميلي هو المين سورس. كلتشرال، انفايرمنتال، اثنيك، ريشيال. واحد عنده بين من عمليه وحاطه مثلا في قسم والممرضين نازلين يضحكوا وصوتهم عالي، قدر ينام؟ لا. فالبيرسبشن اوف بين راح يزيد. فهي الشغلات كلها لازم نطلع عليها لما انا اهتم بالبيشنتس والبين تاع البيشنتس. البين كاكسبيرينس شو نوعها؟ شو يعني سبجكتيف؟ بدي اصدق البيشنت شو ما قال من الاخر. وهي اكسبيرينس بتختلف من شخص لشخص ثاني. فممكن بيشنتس يروح الدكتور تا يعمل له مثلا سحب عصب، يكون العصب ميت وفعلا يسحب له يشيل له يعمل كل هاي البروسيجر بدون اي انستيزيا، بينما بيشنت ثاني من الاسترس والانكزايتي يختار الدكتور انه يعطي بعض الانكزيوليتكس، الادويه اللي بتخفف الانكزايتي واللي ممكن تخفف البين. فهاي السبجكتيفيتي لازم نامن فيها بما يخص موضوع البين. طيب هاي الشغله اللي حكيناها، انه ما بصير اني اطلع على البيشنتس از ا بودي بس، لا لازم اطلع عليه من ناحيه ثلاث، بودي وسايكولوجيكلي وسوشيالي، خصوصا السايكولوجي. فهاي الشغلات هذا الموديل قال حكان، او صرنا نعرف نعمل تريتمنت اند مانجمنت للبين، صارت افكتيف اكثر خصوصا موضوع جماعه مين الكانسر اند اوف لايف بيشنتس. هسه فطنتوا تعرفوا البين، يلا شو يعني بين؟ اي فيلينج، بليزنت ولا ان بليزنت؟ هي ان بليزنت فيلينج او سنسوري اند ايموشنال اكسبيرينس. بما انه ان بليزنت شو راح طوالي ترتبط معها؟ ايموشنال. وهي ممكن تكون اكتوال دامج للتشو للسيلز، او ممكن بوتنشال تشو دامج. تسمعوا بالفانتوم بين، فانتوم بين خصوصا هذا بصير مع جماعه الامبيوتيشن بعد ما يقطع جماعه الديابيتس، لما يعملهم امبيوتيشن لرجله بيضل يحس انه في وجع مكانها، ما احنا شايلين مع انه ما في بوتنشال تشو دامج.
ممكن يكون انت بيشنت بدك تيجي تغزه وتقول له هين بدي اغزه، بصير يتوجع قبل ما تغزه اصلا. فهاي كلياتها الاكسبيرينس لها علاقه بالسايكولوجيكلي او سايكولوجيكال اسبيكتس تاعت البيشنت. زي ما حكينا انه البين هو ثلاث شغلات مهمه، انه سبجكتيف، والبين نفسها طبيعيا ان بليزنت. هل في ناس مدمنين على البين؟ في حالات غير طبيعية، غير طبيعية، هم بحبوا بكونوا ادكتد للبين، بحبوا يتوجعوا. فهذولا بكونوا طبعا حالة غير طبيعية. وهي ما انه حالة غير طبيعية وحكينا البين شو مالها سايكولوجيكلي، يكون عندهم سايكولوجيكال ايشوز. فهي influenced by cognitive, affective and environmental factors اللي هي حكينا عنها psychosocial model. ايش بنظارات اسمك؟ محمد، جاهز لحالك. types of pain، عندنا two main types للبين. النوع الاول nociceptive pain اللي هي physiologic، واللي بتصير بال nociceptive receptors الموجودة في البادي. يعني لما يكون في عندي دامج، فيزيكال دامج للتشو، راح تشتغل مين؟ نوسيسيبتورز. النوع الثاني نيوروباثيك. نيوروباثيك بتكون باثولوجي وين؟ بالنيرفس سيستم نفسه. يكون في عندي ديزيز او ليجن بالنيرفس سيستم نفسه، زي جماعه هيهم كاتبينها هون، الفانتوم بين، دايابيتيك نيوروباثي. كلياتنا بنعرف ان الديابيتس شو بتعمل بالنيرفز، بتعمل له نيوروباثي. فايبروميليجيا كمان ممكن تيجي تحت هاي الخانه. بالنسبه للنوسيسبتيف سوماتيك بين، مين هذا اللي بيبعث ستريك بنص المحاضره؟ نوسيسبتيف سوماتيك بين قلنا هاي عباره عن نيرف اندنجز بتكون موجوده في الجسم، ممكن تكون بالسكن، بالمسلز، كونكتيف تيشو، البونز والجوينتس. وهاي تنقسم لقسمين، سوبرفيشال وديب سوماتيك بين. بالنسبه للسوبرفيشال بتكون فيري سنسيتيف، هاي الموجوده في السكن، النيرف اندينجز، في الكوتينيوس تيشو. والبين اللي بتحسه شو بتلاقي الكورتكس تاع الدماغ كيف بيعتبرها؟ بقول انها بتكون البين تاعهم شارب، ستابينج، وممكن يكون بيرنينج in sensation او in quality. بالنسبه للديب سوماتيك بين، هاي اللي بتكون بالديب تيشو زي المسلز، البونز والجوينت والكونكتيف تيشو. كيف بكون البين تاعها؟ ضل. كيف وجع العضلات بيكون؟ كرامبس اند ايكينج. ما بكون زي شارب نايف. والجماعه اللي بصير عندهم مثلا اجهاد عضلي، بتكون في عندهم واحد بيلعب بعدين اجره صار فيها تشنج، ما بحس انه فيها سكينه، لا بحس انه فيها كرامبس. تختلف عن السوبر فيشل بين. لكن بالنسبه لللوكاليزيشن، البوث السوبر فيشل والديب سوماتيك بين، طوال بتحط ايدك على مكان الوجع. عكس مين؟ عكس النوع الثاني اللي اسمه فيسيرال بين. شو يعني فيسيرال بين؟ الاندنجز تاعون النيرس وين موجوده؟ بالاورجنز. بالاورجنز خصوصا موجوده تاعون الشست والابدومن. فواحد عنده مشكله في الابدومن مثلا ابندسايتس، لور كوادرانت بين، لكن البين راديتد لكل الابدومن، فالابدومن كلياته بتلاقيه تندر. وين ما تحط ايدك على الابدومن تلاقيه فيه تندر، فيه بين. فهل هي لوكالايزد؟ فيج، تلاقيها فيج. فيج اند بورلي ديفايند. زي ما حكينا هون هاي بتلاقيها موجوده في الجي اي تراكت والبلفيك ريجن، حتى في الجست. types of pain هاي كلياتنا بنعرفها، acute pain، chronic pain، اللي كلياتنا بنعرفها. ان الفرق بيناتهم انه الاكيوت بين بيجي بسرعه وبيروح بسرعه، يا اما بانترفنشن يا اما بدون انترفنشن. وعلى الاغلب الاكيوت بين ناتجه جاي نتيجه لاكيوت illness. قديش التايم فريم ان بدي اقول عنه هذا اكيوت بين؟ من 3 إلى 6 شهور. الكرونيك بين اي شيء اكثر من 3 إلى 6 شهور بسميه كرونيك بين. مش معناه كرونيك بين بده يضله معه طول عمره. يعني واحد ضله مع عمل عمليه في ديسك وظله يعمل عمليات وظله في عنده وجع لمده سنه، بعدين اخر شيء عمل عمليه وطاب منها وراح الوجع، بسميه انه عنده كرونيك بين. كان عنده كرونيك بين.
فالديستنكشن بين الاكيوت والكرونيك بين بيعتمد على مين؟ على التايم انترفال، قلنا من 3 تو 6 مانثس. بعض المرات الاكيوت بين اذا ما عالجناه شو بينتقل لحاله كرونيك بين. بالنسبه للكانسر بين هذا كومبلكس فينومينال، هاي بتصير البيشنتس بيعاني من اكيوت وكرونيك بين، ممكن تكون نوسيسبتيف ان نيوروباث، فالله يكون بعون. عشان هيك البين مانجمنت مرتبطه مع الكانسر، مرتبطه مع مين؟ مع البالياتيف والاند اوف لايف كير. بالنسبه للبين هي unpleasant. شو يعني unpleasant؟ يعني اشي واحد قاعد بضايق فيك، شو راح تكون؟ bad experience. فهي subjective زي ما حكينا قبل ايه، وهم ممكن تأثر على الانديفيديوال as a person نفسه، بس ممكن تنتقل حتى على الاشخاص المحيطين فيه. عشان هيك الانفايرمنت والسوشيال انفايرمنت تاعت البيشنتس ممكن تفيدنا في التريتمنت تاعت البين. اي واحد عنده بين او عنده باد فيلينجز، انكزايتي، ديبريشن، واحد من النيرسينج انترفينشن اللي لازم تحطها لذ بيشنت اكسبلور او اكسبرس فيلينج، خليه يحكي، فضفض، خليه يفضفض. الفضفضه هي نفسها ممكن تقلل من البين. فدائما ضروري جدا ان احنا نكون جود listeners ونسمع البيشنتس ناراتيف عن البين اكسبيرينس. هاي منها انا بعرف شو، ما انها سبجكتيف هي الطريقة الوحيدة اللي نعرف شو البين. والشغلة الثانية اللي بستفيد منها انه البيشنتس بفضفض، فممكن يقل السنسيشن للبين. السفرينج كان بي ريليفد، كيف ممكن؟ ما انه قلنا unpleasant فهي سفرينج، ما انها unpleasant sensory فهي سفرينج، فهي معاناة. ضروري جدا اعرف شو السورس اوف بين واعالجه. وكمان طبعا اذا البين قدرنا نعالجه بتايم فريم قصير كل ما قلت المعاناه. وكمان اني ضروري اعرف البين، اعرف شو معنى البين بالنسبه لهذا الشخص. يعني مثلا واحد يخسر اشي عزيز عليه اهم عنده من انه مثلا تروح تجرح بموس. فالبين ضروري اني اعرف شو معناها للشخص نفسه. هذا على التدفئة ولا على كل واحد يجيب مروحة معاه من الدار، الله بعينكم. بالنسبة للفينومينان اوف بين حكينا عن موضوع النوسيسبشن. شو يعني النوسيسبشن؟ انه يكون في عندنا ريسبتورز هي اللي بتنقل الستيمولاي اوف بين. وبعد ما انا يصير في عندي اكتيفيشن لهي الريسبتورز ضروري جدا نعمل ترانسميشن للسباينال كورد ويطلع للبرين للكورتكس، وهي تعمل بيرسبشن اوف بين. شو يعني بيرسبشن؟ بروسيسنج للاستيمولاي، تعرف تحلله شو مصدر. وبعدين من خلال البروسيسنج هاي اللي بتصير شو راح يصير مع البيشنتس؟ سفرينج بسبب الانبليزنت اكسبيرينس. هاي ممكن تكون منتال، ممكن بسبب الهارم او الانجري اللي صارت، هاي بتكون uncomfortable, unpleasant, psychologically or physically painful. البين behavior اللي هي الريفلكس، او شو عمل البيشنتس او شو الاوتكم تاع البين على البيشنتس. فهاي البيهيفير شو هذا البيشنتس عمل؟ ممكن express الفيلينجز، هو صار يصرخ، هذا دليل انه صار بقول لك انه في عندي بين. في بعض الناس بتكتم، في بعض الناس بروح بصير يتناولوا الاو تي سي ميديكيشن، اوفر ذا كاونتر ميديكيشنز، باخذوا اي ادويه، بيعملوا ميراميه مثلا. ممكن تاثر على البيشنتس انترنال اند اكسترنال انفايرمنت، فيزيكال تشينجز، كيف بعرف انه البيشنتس هذا قاعد بيتوجع؟ جريمسنج. شو يعني جريمسنج؟ تلاقيه مكشر، يعني واحد على فنتليتر وما بيحكي، كيف بعرف انه متوجع؟ ممكن من الفليكشن انه شادع حاله، ومن الجريمسنج الفيشل اكسبريشنز. الليمبنج البوستر تاع البيشنت، يعني واحد عنده باك بين
ومن اللونج سيتنج او اذا ظلوا على وضعيه معينه بتوجع منها، بتلاقي كيف بقوم؟ بقوم ككتله واحده، تلاقيه فتره بعدين بلين جسمه. فهاي انا بعرف انه البيشنت شو ماله؟ في عنده بين. Reduced mobility and activity، نقول للبيشنتس ليش لما تيجي تتطلع على اليمين بتلف كلك، يقول لك والله رقبتي بتوجعني بقدرش ارفع اليمين. فهي شغلات لازم احنا نكون نهتم لها. اللي بيكونوا بيشتغلوا بالطوارئ، مريض اللي بيكون عنده جلطه كيف بيجيك؟ يكون حاطط يد على صدره وقاعد بيصرخ. اي واحد عنده بين شو بتلاقي المود تاعه؟ يكون مبسوط؟ لا. كيف السليب؟ يكون عنده سليب ديستربنسز. ولما نحكي عن الكريتيكال، لما تصور ان شاء الله تاخذ ماده الكريتيكال، السليب موضوع مهم جدا في الاي سي يو او بالكريتيكال كير يونتس، لانها مرتبطه مع شيء اسمه ديليريوم. شو ديليريوم؟ هذيان واحد بصير يضيع، وهي مرتبطه مع هاي مورتاليتي ريت. شو يعني مورتاليتي؟ ديث ريت عالي جدا بسبب الديليريوم اللي سببه الاساسي سليب ديستربنسز. كم سلايد صرنا؟ قررنا من المادة؟ لسه بكير. تاخذ بريك دقيقتين ولا بلاش؟ بريك دقيقتين. البين از ان اكسبيرينس راحت لها دخل في النيورال، مع انه هي اللي بتنقل، وكمان مين اللي بيعملها بروسيسنج؟ البرين المايند، فهي نيورال اند منتال. فنيورال هي اللي السيلز اللي بتنقل وبتعمل البروسيسنج زي ما حكينا، المايند السبجكتيف اكسبيرينس هي عن طريق البروسيسنج لهذا البين. ممكن تكون تاثر على البيشنتس ايموشنالي، وهي من خلالها بعرف انها unpleasant sensory او experience، وهي قلنا takes place وين؟ في المايند، في البرين. pain هنا كاتبين هاي شغله مهمه، انها psychological state. فالسايكولوجي health او psychological status بتاعت البيشنتس مهمه جدا عشان افهم الاكسبيرينس اوف pain عند هذا البيشنت. فواحد عقلاته مش مساعداته ممكن يتوجع من البين، ممكن ما يعمل اي اكسبيريا او ما يعمل اي اكسبريشن انه عنده بين. فحسب شو المايند بتاعه، المايند الهيلث بتاعت المايند بتاعته. البيرسبشن اوف بين مودوليتد، مين بياثر عليها؟ المود، الموراليتي، الريليجن. كلياتها هاي بتاثر على البيرسبشن اوف بين. يعني المشكلة في ناس بيسمعونا من يعني بيحضروا فيديوهات من أماكن ثانية. شيعة شو بيعملوا؟ شطبوا حال في البين تاعهم وهم بنص الاكسبيرينس، يكون عندهم بين لكن بيعملوا اي اكسبريشن. لكن انا لو ان انا كصني، لو بدي انا واحد يجي اضرب حالي تلاقيني قاعد بصرخ. فهي لها دور الموراليتي والريليجن. المود، انا اكون رايق وواحد يخبط مثلا، يفتح او انا اخبط بالباب او اخبط تخبط رجلي بالطاوله عادي بطلع بظني ماشي، بينما اكون معصب وتخبط رجلي بالطاوله بكسرها، صح ولا لا؟ فهي لها دور بالاكسبيرينس اوف بين. النيورو سايكو فيسيولوجي اوف بين، فضلك شوي سوالف ما لناش دخل فيها. بقول لك الفانكشن اوف نيرفس سيستم، انه هو طبعا معروف النيرفس سيستم هو قاعد عباره عن مونيتور، هو عباره عن زي العين الساهره للجسم. اي ستيمولاي بصير ضروري انه يلقطه تو كاتش ات وبعدين يعملها بروسيسنج، واحنا نعرف شو هاي، شو هذا الستيمولاي. في عندنا ايش اسمه افرنت وافرنت نيورونز. شو يعني افرنت؟ هي اللي بتاخذ الستيمولاي. البين هو عباره عن ستيمولاي. شو يعني ستيمولاي؟ ما انه ستيمولاي
لازم يكون في عنده ديبولاريزيشن للنيرفز، يعني اكشن بوتنشال، فبالتالي لازم ينتقل عن طريق النيرف. فالافرنت اكسونز او النيورونز هاي بتنقل السنسيشنز او بتنقل الاستيمولاي او الديبولاريزيشن من البادي لوين، من الاورجانز لوين، للسنترال نيرفس سيستم. بينما الافرنت تنقل الاكشنز بوتنشال من النيرفس سيستم لمين؟ للبادي، للاورجانز والبريفرال سيستم. فانا لما احط ايدي على شيء سخن، مين اللي نقل الاستيمولاي تاع البين للبرين؟ شو اسمهن؟ افرنت. مين اللي قال لايدي شيليهم؟ طبعا البرين، بس عن طريق اي نيرفز او اي نيورونز؟ افرنت. افرنت ناقل للبرين، الافرنت جايب من البرين. النيورونز بشكل عام بقسموها حسب الدياميتر، شايفين هون الدياميتر، وهاي التقسيمات تاعونهم تحفظون زي اسماكم. اكسوا عليه، بمزح معكم، ما انا فشقت عن شيء يعرف انه شو ماله مش مطلوب. باثوفيزيولوجي اوف بين، قلنا بما انه هو ستيمولاي، اول شيء راح يصير في عندي اكتيفيشن للريسبتورز. ريسبتورز بتعتمد على الايونات الموجوده فيه، فاذا صار في عندي اي ستيمولاي عملت خربطه في تركيبه الايونات، هذا اسمه ستيمولاي، وبالتالي صار في عندي اكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال شو يعني؟ كمان لها اسم ثاني، ديبولاريزيشن. هون صار في عندي تيار كهربائي، وكل الجسم شغال على موضوع التيار الكهربائي. ولما نيجي لموضوع التيار الكهربائي، لما تصير في عندي صعقات كهربائيه، مين اكثر اورجنز تتاثر فيه؟ الاورجنز اللي بتعتمد بشكل كبير على التيار، على الاكشن بوتنشال، زي مين؟ نيرفس سيستم والهارت. وعشان هيك البيشنتس بتلاقي في صار في عنده مثلا هارت اتاك او كارديك ارست. في ناس بصير عندهم بير، بيحترقوا من مين؟ من الكهرباء، بسبب الانجري اللي بتعملها والايونات، تغير الايونات. التيشو انجري شو بتعمل بالبير؟ يعني واحد صار في عنده خلع طاحونت، صار في عنده انجري، شو بكون في عنده لو حطيت ايدك على مكان الوجع؟ شو بصير؟ بزيد الوجع. ليش؟ بتخلي في إيش اسمه threshold. شو يعني threshold؟ يعني أنا مثلا هذا الإحساس ببلش من صفر، أنا عشان أحس بالبين بدي action potential بالملي أمبير، نفترض لحد 10. فواحد بيظل بتلاقيه بقرص بقرص بقرص، وانت متحمل لحد معين تقدرش تتحمل، بتسحب. فهذا البيشنتس اللي عنده لحد 10 بتحمل، او لحتى يبلش يصير في عنده البين اكسبيرينس، لما يصير في عنده تيشو انجري شو بصير بالثريشولد؟ بتطلع ولا بتنزل؟ بتقل. فبالتالي بدل ما تصير 10 تلاقيها لح عند 5، فعلى السريع بصير احس بالبين. ماشي؟ فالتيشو انجري facilitates increased sensitivity للاستيمولاي، للبين استيمولاي. فما في داعي انك تروح تغزه بابره، مجرد اذا اجى هواء بارد على مكان الانجري شو يصير في عنده؟ يصير في عنده بين. بعدين بعد ما نصير احنا، بعد ما عملنا او بعد ما صار في عندي اكتيفيشن الريسبتورز تاعون البين، شو لازم يصير في عندي؟ ترانسميشن. لازم انقلها للدورسال هورن اوف سباينال كورد. هذا هو الدورسال هور. هاي في الرسمة غلط. هسا الدورسال هورن البين ما بيجي لهاي، بيجي لوين؟ للجهة اليمين. يعني هسا انا قاعد بطلع هاي الانتيريور، هاي البوستيريور تاع السباينال كورد. فهذا الليفت سايد تاع البيشنتس، وهذا الرايت سايد. فالليفت سايد مين مسؤول عنه؟ بالبرين، الرايت سايد. عشان هيك البين ستيمولاي لازم ينتقل لهون، وهذا الطرف بيرفعه للبرين، للرايت كورتكس. بعدين بعملها بروسيسنج، برجع عن طريق الافرنت، بترجع لوين؟ لنفس المكان. ماشي؟ المهم انا جيت لهي الصوره عشان اقول لكم شو يعني الدورسال هورن. هاي الدورسال هورن اللي بقصدوها. فالترانسميشن اوف بين
تنتقل للدورسال هورن اللي موجود في السباينال كورد، بعدين بتنتقل تطلع لفوق عن طريق السباينو ثالاميك تراكت الموجوده في السباينال كورد لحتى نوصل للثالاموس والبرين ستيم والهايبوثالاموس، وبعدين اخر شيء قلنا مين بيعمل بروسيسنج للبين ستيمولاي؟ الكورتكس الموجوده في الدماغ. شو يعني الكورتكس؟ القشره تاعت الدماغ الموجوده في البارايتال لوب، فهو السكند ثيرد اوف ذا برين، يعني بسطاني تقريبا جاي. هسه لما يصير في عندي نوسيسبتيف بروسيسنج، شو يعني نوسيسبتيف بروسيسنج؟ لما يصير في عندي بين ويوصل للبرين ويعمل له بروسيسنج، شو راح يصير بالديسندنج بين باثويز؟ شو الاستجابه راح يصير فيها للبين باثويز؟ يا بتكون انهبيتوري يا بتكون فاسيليتاتوري. شو يعني انهبيتوري؟ بتقول يعني خلص ماشي، انا خلص حسيت بالبين. فبعض الناس لما تغزوا بالابره، اذا طول ما انك مش محرك المسمار او الابره ما في احساس بالوجع. هنا شو احنا عملنا؟ مع انه في دمج ولساته بالجسم، عملنا لها انهبيتوري. صح؟ شو عملنا بالبين ستيمولاي او بالبين ترانسميشن؟ عملنا لها انهبيشن، خلص وقفي، عرفنا انه في بين. شو يعني فاسيليتاتوري؟ بخلي السنسيشن او البيرسبشن او السنسيتيفيتي للبين شو مالها؟ بين قوسين بخلي البيشنت شو ماله؟ مور سنسيتيف للبين. وهاي بيستخدمها الجسم عشان يوعي، او بيستخدمها البرين عشان يقول للبني ادم نفسه دير بالك في عندك انجري، والانجري هاي بدها انترفنشن. زي واحد عنده التهاب اسنان او صار في عنده سوسه وقاعد شو مالها؟ قاعد بتعمل على العصب، العصب شو ماله؟ طول ما انه هاي سوسه شو قاعد بتقول للبرين؟ في عندي وجع. فالبرين بقولها لا، خليكي فاسيليتاتوري، خليكي حساسيه، حسس البني ادم انه عندك اشي بالاسنان ضروري انك تروح تعمل لها انترفنشن. حتى بعد ما يشيل الطاحونه او مثلا بعد ما يعمل البروسيجر بتلاقيه بعد يوم يومين لساته فاسيليتاتوري لحتى نتاكد ان الانفلاميشن كلياته راح. فهاي هي الفرق ما بينهم الانهبيتوري والفاسيليتاتوري الديسندنج بين باثويز. فالموضوع كلياته مش موضوع يعني انه بسهوله، هي هايلي دايناميك، وكل واي شيء في الجسم بيعتمد على الفيدباك لوب. عشان الفيدباك لوب يعني انا بدي اجيب الرساله للبرين والبرين بيعملها بروسيسنج وبدي استنى منه الاوردر. قل البين، ارفع لي البيرسبشن، خلي السنسيتيفيتي بتاعتك عالي. حكينا بالانهبيشن، شو احنا بدنا نعمل؟ بدنا نثبط الاحساس في البين عن طريق مين؟ النور ابينفرين. فهاي limits the firing by dorsal horn projection. طيب بينما السيروتونين شو بيعمل؟ facilitatory. فالانهبيتوري عن طريق مين قلنا؟ نور ابينفرين. والفاسيليتاتوري عن طريق وهاي كلها طبعا مين بينظم العمليه هاي؟ الميد برين. هذا فيديو حكينا بالتفاصيل، اللي حاب يعني حاب يعرف بيحضر. واحده من الثيوريز وبيستخدموها الساينتست ليفسروا البين اكسبيرينس اسمها الجيت كنترول ثيوري. شو يعني جيت؟ بوابه. هنا وين بيعتبر البوابه موجوده؟ في السباينال كورد. فهاي الثيوري بتعتبر انه السباينال كورد بيحتوي على جيت او نيرف جيت، يا اما هي نفسها بتعمل بلوك للبين او بتخلي السيجنال تاعت البين بتخليه يروح يوصل للبرين. وفي كمان يعني بعضهم بيقولوا انه الريفلكسز، في بعض الريفلكسز تاعت البين موجوده وين؟ في السباينال كورد. فانت لما البريفرال خصوصا سنسيشن، لما تحس اشي سخن فيش داعي توصل للبرين، لا الريفلكس موجود في السباينال كورد، هو بيحكي لك نفسه دائما ريفلكس ديفنسيف ميكانيزم بروتكتيف ميكانيزم. فالريفلكس شو لازم تعمل؟ تسحب تشيل ايدك، ما فيش داعي اني اضيع وقت اوصلها للبرين. الريفلكس وين موجود؟ في السباينال كورد، فبتختصر وقت، فبالتالي انا بمنع دمج اكثر.
هاي هي الثيوري، الجيت كنترول ثيوري. فبقول لك الجيتنج وين موجوده؟ في الدورسال هورن الموجود في السباينال كورد، زيها زي اي انجري راح يكون في عندي سيجنال، بين سيجنال توصل للسباينال كورد وبالاصل لمين؟ للبرين. البين مسجز انكاونتر، شو يعني؟ بتقول تعال احكي لي للجيت شو انا اعمل، هل تخليه يضلك توصل لي هاي النيرف سيجنالز ولا لا، ولا تقول للجيت اشتغلي؟ اذا تقول للجيت اشتغلي معناته خلص من هون رايح مين اللي بضل يعمل بروسيسنج؟ الجيت نفسها. ان سم كيسز اذا كانت السيجنال كانت طبعا كانت فيري سيفير انجري، هاي راح توصل للبرين وبالتالي الاحساس بهذا البين شو راح يصير؟ مور انتنسلي، راح تلاقيه مور سيفير. بعض الانستانسز البين مسجز ار مينيمايزد اور ايفن بريفنتد فروم ريتشينج برين ات اول، خلص مين اللي بكون مسؤول عن البروسيسنج تاعها؟ سباينال كورد. زي ما حكينا مثلا دبوس فات بالاصبع، اذا انت ما حركته خلص ما في داعي نظلني نقول البين ستيمولاي. تو تايبس اوف نير فايبرز، هاي ضيفوها عندكم كلمه. في عندنا السمول نير فايبرز وهي المسؤوله عن البين، وهي فيري سنسيتيف، فيري سنسيتيف للستيمولاي. بينما اللارج فايبرز هي سنسيتيف بس مش زي البين. اللارج فايبرز زي التاتش للبريشر والاذر سكن سنسيشن، الكولد التمبريتشر وهي الشغلات. هاي من وين جايات؟ لا من دورسال هورن كاتبينها، وهاي كمان ممكن تكون انهبيتوري او فاسيليتوري ميكانيزم. اللارج فايبرز اكسايتس الانهبيتوري نيورونز، وبالتالي شو قلنا؟ انهبيتوري نور ابينفرين، فبالتالي شو راح يصير في عندي؟ diminish the transmission of pain information، وبالتالي patients tend to experience less pain. بينما في small fibers، إذا هاي small قلنا very sensitive، when is more small fiber، إذا صار في عندي damage كثير و stimuli ل small fibers بعدد أكثر، شو معناها؟ إنه في عندي damage أكبر، وبالتالي ضروري إنه هاي المسج توصل للبرين. فهاي شو راح inactivate الانهبيتوري. شو يعني inactivate؟ يعني بين قوسين بدي أشغل الفاسيليتاتوري، وبالتالي هاي ضروري توصل للبرين. هون شو عملنا باللارج فايبرز؟ سكرنا الجيتس. شو يعني سكرنا الجيتس؟ سكرنا البوابة، ما فيش داعي انها توصل للبرين. بينما السمول فايبرز إذا هي صارت استيمولاي، شو راح يصير في عندي؟ تخلي الجيت فاتحة، وبالتالي ضروري جدا توصل للبرين. فالبين جيتس ومالهم ار اوبن. اخر ايش عندنا في محاضرة اليوم؟ بنحكي عن البريفالنس اوف بين. هاي السلايد بتحكي عن الكرونيك بين. كاتبين 1 in 5 people، قديش النسبة يعني؟ 20% suffering from chronic pain. وين هاي الستاتستكس؟ اوروبا. الهاير بريفالنس اوف بين وين شافوها؟ في ميز، حكينا ليش. The most common locations for chronic pain وين؟ جماعة اللي بكون عندهم back injuries من الستريس من الورك، fibromyalgia، joints and neck. هاي اكثر اماكن لمين؟ للكرونيك pain. بشكل عام هاي شطبتها chronic. مين اكثر تايب اوف بين بيعانوا منه الناس؟ هيدك. طلعوا من 8 ل 83% تقريبا منه. طبعا كلياتهم هذولا كل تايبز اوف بين في ميلز اكثر من الميلز. ايش سؤالك يا هديل؟ عشان هيك قلت لكم هون بس موضوع كرونيك بين. هيدك كرونيك نادر، لكن معظم الأحيان الهيدك بكون أكيوت. أبدومينال بين المرتبة الثانية بشكل عام، من تقريبا من 4 ل 53%. باك بين
لحد 24%، الماسكولو سكليتال بين لحد 40%، مالتيبل بينز، وهاي بتلاقيها كل ما صار البيشنتس اولدر بتلاقي بصير عنده مالتيبل سورسز اوف بين، ممكن توصل لحد 49%، اذر جنرال بين كمان 80%، هاي كمان يعني واحد من الاشياء اللي ممكن نشوفها. في اي سؤال؟ طبعا في عنا احنا بالاردن في بعض الريسيرشرز اللي بيهتموا بهاي الاشياء، فهاي امثله على الناس من الاردن. في عنا الدكتور نور الدين شقيرات مثلا، محمد القادري واحمد الطبيشات ومعن الجيزاوي ومحمد سليمان. الله يعطيكم الف عافيه. في اي سؤال؟ شاطرين هيك بدي اياكم. هاي ممكن من يعني اصعب محاضره، ان شاء الله هي هيك هي. انا ما عمريش درستها، لكن مس وفاء حكت لي هي مسجل على اليوتيوب انه هاي اصعب محاضره. يلا يعطيكم العافيه.